ما هي نيبور؟ سنذهب معا في جولة عبر بوابات الزمن إلى أكثر من 5000 عام من قبل الميلاد، حيث مدينة نيبور. نيبور هي عاصمة السومريين الدينية، إذ كانت مدينة صاخبة مليئة بالحياة والناس، وقد حكمها كل من السومريين والأكاديين والبابليين والأشوريين على فترات متعاقبة. بدأت أول عمليات التنقيب في مدينة نيبور ثرياً عام 1889 من قبل بعثة علمية من جامعة بنسلفانيا الأمريكية. وقد إسفرت عمليات التنقيب على اكتشاف أن مدينة نيبور كان فيها أول مكتبة في التاريخ رغم صغر حجمها، وأقدم تقويم زراعي في التاريخ، وأول صيدلية في التاريخ. وكذلك وجدوا الكثير من النصوص الاقتصادية والرياضية والفلكية والأدبية والدينية المختلفة. الملفت للنظر أن المدينة المهجورة اليوم كانت عبارة عن تلال طينية رخوة مليئة بشظايا الآثار والأواني الملونة في كل مكان. ورخاوة هذه التلال تدل على أنها تكونت بمرور الزمن على مراحل وبفعل عوامل مناخية طويلة زمنياً، ولو تم التنقيب تحت هذه التلال الرخوة، بالتأكيد سنكتشف الكثير من الأسرار والآثار وربما قصر تاريخي جديد أو مدينة مفقودة واسعة. بالنهاية كل شبر من أراد العراق فيها إثار وتراث وتاريخ عظيم. الصور بعدسة الدكتور يوسف خلف ومنقول من صفحته الشخصية.